وصل الأمر حقيقة يعني في مسائل الطلاق والنفقة والحضانة، هو عبارة عن ابتزاز من قبل المرأة تمارسه ضد الرجل. يعني أضرب لك مثل، من نجي للمادة 57، لا يوجد هنالك أي فرض أو التزام قانوني على المرأة المطلقة بأن تذهب مع الطفل لمشاهدة الأب الذي طلقها. أبعد من هذا مرتين ثلاثة، 10، 15، 20 مرة تقام دعوة ضدها، وفي بعض الأحيان تحكم المحكمة برد الدعوة، وفي أحيان أخرى تحكم بالغرامة. فبالتالي هذا التفكك في تنظيم العلاقة القانونية بين الأب والطفل والزوجة بعد الطلاق هو الذي أدى بنا إلى الوصول لهذه النتيجة الخلافية بين المذهبين السني والشيعي في العراق. لهذا اليوم ساهمنا خلال الدورات النيابية السابقة حقيقة في طرح تعديل لقانون الأحوال الشخصية.